العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكل هنا علماء اللغة يقولون أنها تفيد العموم، ولا سيما أنه قد سبقها وعيد وإنذار، فليس في الدين بدعة حسنة. ومن باب الشيء بشيء يذكر، هناك أناس بيحتفلوا بالمولد النبوي، يقول لك هذه بدعة حسنة، يقول لك دي بدعة حسنة. تقول لي يا زول، الشدة جابه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا المولد خير ولا شر؟ المولد اللي بيسوي فيه ده خير ولا شر؟ بقول لك شر، يقول لك خير، لأنه لو شر ما أصلا ما بيسويه. طيب تقول له لو خير، هل النبي صلى الله عليه وسلم علمه؟ أي زول شفته يقول لك المولد ورحكاء الخيمة بتاعت السمانية ولا القادرية، تسأل الأسئلة دي. تقول له لو خير، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عرفوا ولا ما عرفوا؟ والصحابة رضوان الله عليهم علموه أم لم يعلموه؟ ده سؤال منطقي. لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم علمه، تقول له طيب النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أم كتمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الشيء ولا ما بلغه؟ قل لك بلغوا طوالي تطالبوا بشو؟ بالدليل. ما أي حاجة تسويها في الدين زي ما داير، لازم يكون في دليل من الكتاب أو السنة على مشروعية هذا المولد. لا يقول لك مولانا دي بدعة حسنة، وربنا قال يستدل لك باستدلال خاطئ، وفاهم الدليل فهم مغلوط. قل لك قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية دي في سورة يونس. قل لك هنا هذه الآية فيها دليل إنه نحتفل بالمولد. طيب وين وجه الاستدلال؟ ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه قال: فضل الله الإسلام، فضل الله القرآن ورحمته الإسلام. وهكذا قال المفسرون. فإذا كان هناك بدعة حسنة، أنت تجيب لها دليل. يقول لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك عن أوزارهم شيئا. قل لك دي فيها دليل على إنه في بدعة حسنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة حسنة ما بدعة، لأنه البدعة دي حاجة ما موجودة في الدين، ما موجودة. وأما السنة هي شيء موجود في الإسلام. وهذا الحديث عنده قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصدقة إنه الناس يتصدقوا، فأتى أحدهم ويحمل الكثير من الصدقات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. هل الصدقة موجودة في الإسلام ولا ما موجودة؟ الصدقة فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ بدعة؟ ما بدعة. إذن هذا هو دي قصة الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة
كان له أجرها أجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.